هاخد تليفون مهم وبعدين هكمل مع حضراتكم طرح الموضوع ده لانه مهم جدا 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 في الفتره اللي جايه. معايا على التليفون المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا كابتن سيد، ومساء الخير لكل الساده مشاهدينك الكرام المصريين والاهلاويه. وقبل ما ابدا في اي حاجه، عايز انعي اخي الاكبر وحبيبي وصديقنا ورمز من رموز النادي الاهلي واحرف من احرف من انجبت الملاعب المصريه. اللي احنا تربينا او يعني نشانا وكبرنا شفنا كابتن صفوت عبد الحليم رحمه الله عليه قد ايه كان رجل ابن النادي الاهلي، وقد ايه كان رجل من احرف اللعيبه اللي شفناها في على تاريخ النادي الاهلي كله. والحقيقه احنا عشنا معاه احلى ايام، ايام السبعينات، وكان قد ايه كان راجل جميل وكان راجل عايش معانا ومتعايش معانا. فنسال الله سبحانه وتعالى له الرحمه ولاسرتي ولحبائي ولكل الاهلاويه ولينا جميعا الصبر والسلوان. يا رب يا رب دايما ان شاء الرحمن كده يا رب، دايما اسره الاهلي دايما حوالين بعض. ويمكن فقدنا واحد زي ما حضرتك قلت من شويه، يعني مش واحد لعيب كره عادي، يعني ده اخ وصديق واب كمان. طيب كابتن مهندس خالد، يمكن كنت بتكلم دلوقتي على اهميه التواجد الجماهيري، لكن اهميه كمان كيفيه التشجيع المسانده من الثانيه الاولى للثانيه الاخيره. قبل ما اكلم حضرتك على موضوع الجمعيه العموميه وتفعيل لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي. بص يا كابتن سيد، زي ما احنا قلنا وزي ما الجمهور عارف، النادي الاهلي هو الدرع والسيف، هو السند، هو الظهر، هو اللي كابتن صالح سليم وكل الناس الرموز النادي قالوا ان الاهلي ملك الجمهور. معروف ان الجمهور ده 80% من قوه فرقتنا، زي ما هم بيقولوا هم احسن لاعب، هم كل حاجه كره القدم محتاجاها وفرقتنا كلها محتاجاها. وزي ما انت قلت كده، باقي على الحلو دقيقتين، اتمنى من جمهور النادي الاهلي العظيم ان هو يشجع فرقته زي ما هو احسن لاعب، زي ما هو قال لنا وبلغنا في المباراه اللي فاتت ان هو احسن لاعب. لازم يفكر في الملعب بس، احنا مش عايزين نتجاوز، مش عايزين نجيب سيره اشخاص ولا نجيب سيره مؤسسات ولا نجيب سيره هيئات. زي ما انتوا كلاعيبه كنتوا دايما تفكروا وبتركزوا في الملعب، هم ما يفكروش وركزوا غير في الملعب، لان هي دي اضافتهم، هي دي اللي بيحمسوا بيها فرقتنا. يعني احنا لو تغاضينا عن التجاوزات اللي حصلت الماتش اللي فات، يمكن من احسن الماتشات اللي شفتها للنادي الاهلي الماتش اللي فات. ليه؟ لان كانت الجمهور بيشجع وبيحمس فرقته. فاحنا عايزين نفكر بس في فرقتنا. جمهور النادي الاهلي ده جمهور النادي الاهلي، يعني بيحمل اسم النادي الاهلي، وطالما حمل اسم النادي الاهلي لازم يبقى المبادئ والمثل والقيم والسلوك والقدوه يبقى في جماهير النادي الاهلي، زي ما هو اعظم جمهور في الكون. اتمنى ان شاء الله عشان ما نرجعش 30 خطوه للخلف. احنا مجلس اداره النادي الاهلي يعني عمل مجهودات كبيره عشان نرجع الجمهور، فارجو من الجمهور ان يكون على قدر المسؤوليه، وانا على يقين ان جمهورنا زي ما قلنا فعلا اعظم جمهور، لازم على قدر المسؤوليه وما يفكرش غير في فرقته، ويفكر احنا بقى لنا 4 سنين بعيد عن افريقيا، ومن غيرهم ما ينفعش، يعني عشان نكسب افريقيا لازم الجمهور يبقى موجود، فارجو ان الجمهور يبقى بيفكر. وزي ما قلنا كده، الاهلي فوق الجميع، يبقى مصلحه الاهلي فوق مصلحه اي حد، يبقى لازم نفكر في النادي الاهلي بس، ولازم يبقى ده يقين عندنا وليس شعار، الاهلي فوق جميع ابنائه. واتمنى من الجمهور ان هو، وانا على يقين ان هم فاهمين وعارفين ودارسين ومتاكدين ان شاء الله باذن الله ان الماتش الجاي هيعدي وتبقى حاجه محترمه، وفرقتنا باذن الله تعدي، وباذن الله تعالى نتقابل في الامارات جميعا، وجمهورنا يبقى معانا في الامارات في كاس العالم للانديه ان شاء الله. ان شاء الرحمن. اكد على كلام حضرتك، طبعا الجمهور عارف دوره، وطبعا الجمهور هو اكبر مساند، وطبعا الجمهور يهمه جدا جدا زي ما حضرتك وكل مسؤولين النادي الاهلي من اول يعني كابتن محمود الخطيب وكل اعضاء مجلس الاداره وكل القطاعات المختلفه في النادي الاهلي وكل اللاعبين وكل كمان المنتمين النادي الاهلي يهمهم جدا جدا البطوله الافريقيه تحديدا اللي احنا فيها ديت. يبقى لازم كل واحد يبقى عارف كويس قوي الدور بتاعه، كل واحد عارف كويس قوي ايه اللي ممكن يعمله وايه اللي ممكن يأديه عشان تتحقق الحاجه الغاليه ديت. خلي بالكم البطوله بتيجي بين كل واحد بيبقى عارف الدور بتاعه، الجهاز، اللعيبه، المجلس، توفير الاستقرار، الاستقرار الاداري، الاستقرار الفني، الترابط، المسانده الاعلاميه، المسانده الجماهيريه. عشان كده لازم بناكد على حته ان انت تكون موجود في الاستاد، موجود جدا في الاستاد، لكن من الثانيه الاولى، من الدقيقه الاولى لحد الثانيه الاخيره مالكش علاقه خالص غير بالاهلي،
مالكش علاقه خالص غير باللعيبه جوه داخل الملعب، مالكش علاقه اطلاقا لا باي حد خارج الملعب ولا اي حاجه خارج الملعب، ولا شخص ولا هيئه ولا مؤسسه ولا تحكيم ولا اي حاجه اطلاقا. كل الناس فوق دماغنا من فوق، وكل الناس يعني نكنلها ونحترمها اكبر احترام، لكن انت الدور بتاعك لازم تاديه من خلال ال 90 دقيقه. مظبوط كده يا باشمهندس ولا عندك اضافه؟ اضم صوتي صوتك تماما، وانا على يقين ان جمهور الاهلي عظيم فاهم طبعا ايه دوره، وان شاء الله باذن الله هيبان في الماتش اللي جاي، وربنا يقدرنا ونكسب، عشان فعلا احنا كلنا محتاجين نطلع كاس العالم للانديه ان شاء الله. هم الجمهور نفسه عايزين نسعد جمهورنا، عايزين مصر كلها تسعد. الاهلي هو اللي بيرسم السعاده على والبسمه على وجوه المصريين عامه والاهلاويه خاصه، ووجود الجمهور هو اللي هيعمل كده. فاحنا مش عايزين نتحرم من جمهورنا عشان ان احنا يعني يبقى لينا اي حاجه ثانيه تعكر صفو هذه الحاجه، ماتشاتنا بس نركز في فرقتنا ونركز في الملعب. تمام. وعايز اقول برضو يعني خلي بالكم، بس انتوا كمان دوركم مش مهم، اسف مش موجود بس ان انت تساند وتشجع بس، لا انت كمان ممكن يعني حتى لو حد جنبك كده، يعني انا متاكد ان اللي بيعمل حاجه ممكن يبقى فرد 2 3 4 5 يعني ما بتزيدش عن كده او اكتر من كده بشويه صغيرين ولا حاجه، لكن انت كمان دورك لا لازم تنبهه على طول، انت وانت جنبه انت الاقرب تنبهه على طول، لا احنا الناس كلها بنحترمها، ولو في حد يعني سمعته وهيبدا يقول حاجه لا انت كمان من جنبك ده واجب بتاعك تقول له لا خلي بالك احنا جايين نركز في الملعب، عايزين نروح الامارات المره دي، عايزين نكون موجودين في كاس العالم للانديه، احنا اكبر نادي بيروح كاس العالم للانديه، فلازم نروحها من خلال المباراه اللي هنا، من خلال المباراه اللي زي هنا او اللي زي كده. فدورك على طول يبقى ايجابي حتى مع زميلك اللي قاعد جنبك يا باشمهندس. تمام كده يا كابتن سيد، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا بعد بكره تبقى باذن الله انطلاقه لعوده الجماهير كلها، وتبقى الدنيا كلها كويسه، وانا على يقين ان الجمهور هيبقى عارف مسؤوليته المره دي. احنا متاكدين من ده. طيب اسمع راي حضرتك في الحضور العظيم واليوم العظيم اللي شاهده النادي الاهلي بالجزيره يوم الجمعه الماضي. بص يا كابتن سيد، انا دايما بقول انا عمري ما راهنت على عضو الجمعيه العموميه المحترمه للنادي الاهلي الا وكسبت الرهان. الحمد لله رب العالمين، برغم الظروف الصعبه والحر ودخول مدارس والناس عندها يعني مشاكل ما يكفيها، لكن عضو الجمعيه العموميه اول ما بيحس ان النادي بتاعه محتاجه بتلاقيه اول واحد موجود. فالحقيقه امبارح كانت عرس، انا يعني عايز اشكر كل اللي جه سواء قال او موافق او غير موافق، لان هو كده سطر تاريخ جديد للنادي الاهلي، تاريخ مش بس لينا ده لاولادنا ولاحفادنا، ده مستقبل النادي الاهلي. انت النهارده حصنت، انا عايز اقول ايه يعني يمكن قلتها كده، عائله الاهلي حصنت بيت الاهلي. ليه؟ لانك انت عندك كده لائحه مش مفروض عليك، لائحه ما بتتغيرش كل شويه، يبقى انت كده عملت استقرار، قدرت تجيب ان شاء الله استثمار، قدرت تجيب موارد. فالحقيقه يعني امبارح انا بعتبره ده يوم تاريخي في حياه عائله الاهلي، في النادي الاهلي، يوم تاريخي لا يقل عن 1907 عندما كانت اول لجنه اداريه للنادي الاهلي، او 1919 فاول جمعيه عموميه برضو اقرت لائحه للنادي الاهلي، والحمد لله رب العالمين كان يوم عظيم، وشرفت ان انا شخصيا شرفت ان انا اكون موجود كعضو مجلس اداره وكعضو من عائله الاهلي، ان انا اكون موجود في هذا اليوم، وان انا احط صوتي زي اي واحد في عضو الجمعيه العموميه، لان اللي عمل هذا الدستور واللي عمل هذا النظام الاساسي مش مجلس الاداره يا كابتن سيد، اللي عمله هم فعلا اعضاء النادي الاهلي. مجلس الاداره اما كان 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 عمل حاجه غير مسبوقه وفتح الحوار المجتمعي وحط اللائحه او مشروع مسوده اللائحه للناس كلها، وعملنا ورش في كل المجالات وكل الاطياف، وغيرنا اكثر من حاجه و50 بند، وجالنا اكثر من 3500 اقتراح، وكله ده ليه؟ عشان عضو الجمعيه العموميه اللي جاي مش بيصوت على لائحه النادي الاهلي، ده بيصوت على بند، لان في بنود كثيره اتغيرت بناء على اقتراحات وبناء عن يعني المشوره اللي خدناها من عضو الجمعيه. رب العالمين، انا شايف ان دي حاجه غير مسبوقه، وطول عمر النادي الاهلي رائد في كل حاجه، وانا على يقين ان شاء الله ان هذا الدستور هيكون ده اللائحه الاسترشاديه بتاع بقيه الانديه، وان شاء الله اتمنى من كل الانديه انها تحذو حذو النادي الاهلي، لان هو ده فعلا تعظيم دور الجمعيات العموميه اللي احنا كنا بننادي فيه من سنين يا كابتن سيد، من سنين كنا بننادي على هذا الدور، وكنا ساعتها بيهاجمونا بيقولوا ان بيستقبل بالخارج، لكن الحمد لله رب العالمين كان يوم تاريخي ويوم عظيم، وربنا كرمنا اخر كرم، وان شاء الله باذن الله دايما كلنا بنفكر في مصلحه النادي الاهلي، ويبقى هدفنا واحد
هو مصلحة هذا الكيان العظيم والمؤسسة العظيمة اللي فضلها بعد ربنا سبحانه وتعالى علينا كلنا. طبعا ان شاء الرحمن دايما بالتوفيق دايما يا باشمهندس. وبرضه هكرر نفس الكلام، اسف قبل ما حضرتك اسيبك، هنبدا او هختم مع حضرتك بنفس البدايه اللي اتفقنا عليها، حضور جماهيري مكثف ان شاء الله الرحمن في مباراه وفاء سطيف، لكن كل الجماهير عليها انها تبقى عارفه كويس قوي 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 عشان تتحقق البطوله الغاليه على كل الاهلاويه، البطوله المهمه جدا 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 على المستوى الافريقي، هي الاغلى والاقوى والاعظم وكل حاجه على المستوى الافريقي، يبقى حضور جماهيري مكثف جدا بدون اي خروج عن النص، بدون اي تجاوزات في حق اي حد، كل الناس بنحترمها ونقدرها، واحنا الاهلي مش كده، احنا الاهلي دايما بنبص لمصلحه فرقتنا، دايما بنشوف ايه اللي بيعلى بينا وايه اللي بنعلى بيه وبنعمله، فعشان كده بدون اي خروج عن ال 90 دقيقه وعن ملعب السلام وعن لعيبه النادي الاهلي، ما عندكش دور تعمله غير كده. في اي حاجه اضافها في الجزئيه دي يا باشمهندس ولا لا؟ تمام كده، وربنا يكرمنا ان شاء الله باذن الله عشان نسعد جمهورنا العظيم اللي هو فعلا درع وسيف، وزي ما قال وزي ما كل الناس بتقول جمهوره ده حماه، اتمنى ان جمهوره ده حماه. لا، عشان يفضل جمهوره ده حماه لازم احنا نفكر بس في فرقتنا ونبعد تماما عن اي حاجه ثانيه ممكن تعكر الصف وممكن تعكر ال 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 الشغل بتاعنا، وربنا يكرمنا باذن الله ويبقى الفوز من نصيبنا ونبقى مرتاحين واحنا رايحين ان شاء الله ماتش التعليم 23 باذن الله تعالى. شكرا جزيلا باشمهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي.